التوكل. توكل. التوكل هو صدق الاعتماد على الله، أن يكون صادق في اعتماده على الله لا كاذب. توكل بالله من اعتماد ويقين ساتل بداسي حالتك صادق اعتماد بساتير دروغنا وواثق في أن الله سبحانه وتعالى ميسر له هذا الأمر لا يشك طرفة عين. أو بدي بعد مكمل يقين وي الله رب العالمين هغت ذكر أساني بديك وبالكل شك نكي ويأخذ بالأسباب المشروعة أو كمش الشرعية أسباب دي أغبهم أخلي. رجل من الناس يريد يحفظ القرآن يو سريري أغواردي قرآن حفظكي يقول أنا متوكل على الله دا ويجز ما توكل بالله باني دي. هل أنت صادق؟ آية دا سيوي يقول نعم ويهو. هل أنت واثق في أن الله ميسر لك حفظ القرآن؟ يقول نعم لا أشك أبدا. آية تبا دي يقين لريج الله رب العالمين بتال التوفيق در كدرت أسان بكد القرآن دا حفظ أغوي أو بالكل. هل تأخذ بالأسباب؟ آية شرعي أسباب اختياري يقول نعم في كل يوم أحفظ في كل يوم أراجع وآو بالكل هر ورز حفظكم هر ورز مراجعكم لدي الشيخ أعرض على القرآن زما سرع محفز دي الشيخ دي غيبة القرآن أو روما هذا متوكل وغير هذا متواكل والله أعلم دا متوكل دي بالله بان يدينا بغير أغا متواكل دي والله أعلم.